في اليوم الخامس للحملة العسكرية درع الفرات التي أطلقتها تركيا في جرابلس السورية الحدودية ضد تنظيم الدولة داعش، قصفت الطائرات والدبابات التركية أهدافا للتنظيم في قرية جب الكوسة وبلدة العمارنة جنوبي جرابلس، ما أوقع العشرات بين قتيل وجريح بينهم مقاتلون أكراد وفق المرصد السوري المعارض. ولم تسلم مناطق شمالي منبج الواقعة جنوبي جرابلس أيضا من غارات المقاتلات التركية، على الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الأكراد تمكنت من الاستيلاء عليها وطرد مسلحي تنظيم الدولة منها. وترافق القصف الجوي والمدفعي التركي مع سيطرة قوات المعارضة السورية على 6 قرى في محيط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، حيث شاركت قوة مؤلفة من نحو 200 من أفراد القوات الخاصة التركية إلى جانب مقاتلي الجيش الحر في المعارك. وتتطلع المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا إلى السيطرة على مدينة منبج، لا سيما أن عناصر التحالف الكردي قوات سوريا الديمقراطية لم تخل مواقعها، ولكن قامت بالتحصين وفق مسؤول فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الحر العقيد المنشق أحمد عثمان. وفي السياق، تحدثت المعارضة عن سيطرة فصائل الجيش الحر المدعومة من تركيا على بلدات الخربي والحجاج ونزل الحسين والمغاير، أي قرق مغار جنوبي مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، إثر اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. كما سيطرت فصائل الحر على بلدات الشيخ يعقوب وكرسنلي وعياشة شرقي بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي إثر اشتباكات مع تنظيم داعش. هذه التطورات جاءت غداة فقد القوات التركية أول جندي لها في سوريا وجرح 3 آخرين، وحملت وحدات حماية الشعب الكردي المسؤولية. وفي الداخل السوري، حيث تتواصل مآسي الحرب وويلاتها، أثار مقطع فيديو لرضيع مشاعر السخط والألم لدى كل من شاهده، وهو يرتجف ألما من الحروق البالغة التي أصيب بها من جراء قذائف صاروخية تحمل مادة النابالم الحارقة والمحرمة دوليا. وفيما نقل الطفل المصاب إلى أحد المستشفيات، رجحت معلومات أن يكون مصدر تلك القذائف الكلية الحربية الواقعة على مشارف الحي. القصف قذائف النابالم على حي الوعر 27/8/2016 يوم السبت حي الوعر.